المنتدى المغربي للصحفيين الشباب هو جمعية مدنية تشتغل وفق قانون الجمعيات، عندها هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو المساهمة في تكوين الصحفيين وتقوية القدرات ديالهم. هنا كنتكلموا على التكوين سواء في الأمور التقنية المرتبطة بالحرفة ديال الصحافة، نتكلم على الأجناس الصحفية الكبرى، الروبورتاج، التحقيق والتطورات ديالهم، خاصة مع في العلاقة مع يعني التطورات ديال الصحافة الرقمية ودخول أشكال جديدة من العمل الصحفي، خاصة فيما يتعلق مثلا غادي نعطي مثال تقوية القدرات ديالهم في الفاكت تشيكين أو صحافة فحص الحقائق، تقوية ديالهم في تقوية قدراتهم في صحافة البيانات. وفي نفس الوقت يعني هذا التكوين هذا كيشمل حتى يعني القضايا الموضوعاتيه اللي كيهتموا بها الصحفيين سواء على مستوى الصحافه السياسيه او الصحافه مثلا البيئيه او الصحافه المهتمه بقضايا ديال الهجره او حتى الصحافه الثقافيه. وفي جميع الحالات يعني على العموم يعني يعني القضايا المرتبطه بحقوق الانسان في الكونيه والشموليه ديالها. الهدف ديالنا هو الهدف الثاني ديالنا هو الدفاع عن حريه الصحافه. هذا الهدف كندافعوا عليه بواسطه يعني المذكرات والتقارير والبيانات اللي كنرصدوها اللي كننشروها، وكنحاولوا من خلالها نرصدوا مختلف التجاوزات اللي ممكن توقع لحريه الاعلام في بلادنا. وهنايا مثلا كنتكلموا هنا على الاليات ديال الترافع كامله، المذكرات اللي كنرفعوا للمؤسسات المعنيه، البيانات، التقارير كذلك الدوريه اترافيغ هاد زعما هاد الاليات هادو باش كندافعوا حنايا على حريه الاعلام في بلادنا. ربما هاد القضية ديال واش كاينه حاجة لتكوين الصحفيين مسألة معروفة، يعني تسولي أي واحد من أعلى الهرم إلى أسفل الهرم، يعني من الوزير ومن رئيس المجلس الوطني للصحافة حتى الآخر صحفي في المغرب، غادي زعما غادي تسولي غادي تقولي ليه واش هناك حاجة لتكوين، غادي يقول لك نعم. هاد القضية ديال التكوين دائما كنا نثيروها يعني في جميع اللقاءات ديالنا، في جميع الأنشطة ديالنا، وفي جميع الندوات ديالنا كنقولوا الصحفيين في الحاجة للتكوين. بطبيعة الحال كاين صعوبات باش نوصلوا لهذا الهدف ديال التكوين مرتبطة بالعمل اليومي ديال الصحفيين، وعلى أنهم صعوبة على أنهم يخويوا واحد اليومين ولا واحد ثلاث أيام من الأيام ديالهم مع يعني بحال مع لا شارج ديال الخدمة اللي عندهم، يعني عندهم واحد ثلاث أيام أنهم يمشوا يديروا فيها واحد التكوين، لا سيما كيف قلت يعني مع لا شارج يعني الكثرة ديال العمل اللي عندهم. هذا المستوى الاول يعني في التكوين. في الجزء الثاني في السؤال ديالكم التكوينات اللي درنا تقريبا في اطار مشروع تقويه القدرات الصحفيين في مجال حقوق الانسان اللي درناه بشراكه مع المؤسسه الاوروبيه من اجل دعم الديمقراطيه، كوننا فيه ما يناهز 100 طالب صحفي على كيفيه ادماج قضايا حقوق الانسان في الاجناس الصحفيه الكبرى، المقصود هنا الروبورتاج، الوثائقي، التحقيق. وايضا كوننا مجموعه تقريبا وازيد من 120 صحفي خلال ثلاث دورات تكوينيه اللي كنا نضمناهم في مركب مولاي رشيد بوزنيقه. وهذيك ثلاثه ديال الدورات التكوينيه تقريبا تكون فيها كيف قلت اكثر من 120 صحفي حول نفس الموضوع. بالموازاه مع ذلك عندنا شراكه مع المندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان كتشمل كذلك جوج تكوينات صحفيه. التكوين الاول مرتبط يعني تكوين الصحفيين في الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، وهذا درناه يعني الاتفاقيات وكيفاش نتعاملوا معها اللي وقع عليها المغرب، وكذلك كيفاش كنتعاملوا معها صحفيا. وكذلك عندنا معهم تكوين غادي يدار عما قريب متعلق بتقوية قدرات الصحفيين في المجال ديال تملك الخطة اللي كنهضروا عليها، هي خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وغادي يكونوا عندنا شراكات عما قريب مع مؤسسات دولية من بينها حتى معهد واشنطن للصحافة اللي غادي نشتغلوا معاه على مجموعة من القضايا المرتبطة، يعني مجموعة في تكوين مرتبط بالقضايا المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بالأمن المعلوماتي، الفيريفيكاسيون ديال يعني صحافة فحص الحقائق وغيرها من المواضيع اللي غادي يشرفوا عليها مكونين معتمدين لدى الفيسبوك. كما عندنا شراكه مع مؤسسه دوليه اخرى اللي غادي نشتغلوا معها في قضايا موضوعاتيه بحال الصحافه والهجره، او كذلك حتى المساله ديال مقاربه النوع الاجتماعي في العمل الصحفي ديالنا. التقييم اللي خلصنا ليه سواء من خلال البيانات ديالنا سواء من خلال التقارير اللي اشتغلنا عليها، حنا اليوم كنقولوا بشكل واضح جدا هو على انه الحاله اللي وصل لها الاعلام في بلادنا لا سيما المرتبط ما هو مرتبط باخلاقيه المهنه واحترامها، وأننا خصنا حوار وطني من أجل الإعلام.
التطورات اللي وقعت درتنا احنا ماشي هذه ماشي سابقه في المغرب فايتين احنا درنا في بدايه تسعينيات القرن الماضي درنا المناظره ديال الاعلام. اليوم كنعتقد ان خصنا واحد المناظره اخرى اللي يشارك فيها الجميع خاصه ان كاين هناك تفاعل اللي يشاركوا فيها الفاعلين المدنيين الفاعلين الحقوقيين الفاعلين المهنيين المرتبطين بالصحافه الفاعلين المؤسساتيين الوزارات المعنيه كذلك حتى يعني حتى الجمعيات ديال المستهلك ديال حقوق المشاهد هادو مشاركوا ونفتحوا نقاش موسع. اما لو كنا كنديروا المقاربه الجزئيه في كل وقت وحين ما عمرنا غادي نوصلوا للنتيجه. بيان سور كنرصدوا يوميا الان عندنا اشكال بغينا ولا كرهنا اليوم اشكال ديال احترام اخلاقيات المهنه كما هي متعارف عليها دوليا وكما هو متناسب يعني مع يعني المواثيق الدوليه كاين هناك اشكال. هادشي كنشوفوه يوميا وكيتار عبر شبكه التواصل الاجتماعي. كاين حتى المساله ديال التطورات والايقاع اللي كيفرضوا علينا اليوم شبكه التواصل الاجتماعي. من غير المعقول انه نبقاو في هذا المسار هذا. كنعتقد ان خصنا نفتحوا واحد الحوار علاش لهدف بسيط جدا هو انه نعطيو المواطن المعلومه الصحيحه لان كنعتبروا حنا الهدف ديال هادشي كامل هو حق المواطن في المعلومه الصحيحه. اما لكن غادي نهضر لك على مساله جزئيه نقدر نعطيك انا مسائل جزئيه ونقول لك الاعلام في المغرب ديالنا حقق تقدما وغادي نعطيك مجموعه ديال المؤشرات فيها وغادي نقول لك العكس الاعلام هناك اشكاليات. بيان سور هناك اشكاليات مرتبطه بحريه الاعلام وامور اللي كتمسها كما في عدد كبير من الدول ديال العالم. كنهضر لك هنا على السطوه ديال الاقتصادي على الاعلامي السطوه ديال السياسي على الاعلامي. هاد المسائل هذه كاين ممكن نشتغلوا عليهم ولكن انا كنعتقد على انه الا ما درناش حوار موسع يشارك فيه جميع الفرقاء ونخرجوا ونقولوا نجاوبوا على سؤال بسيط جدا ما الذي نريده من الاعلام اليوم. تأسسنا هذه عامين انه كانت واحد الحاجه موضوعيه لوجود واحد الجمعيه مدنيه بحال الجمعيه ديالنا. كانت هناك حاجه في لو تيغ لا سيما على انه الجمعيات اللي كانت كتشتغل في هذا المجال هذا في الغالب هي كتشتغل على حريه الاعلام ولكن الاشكال ديالها ان ما كانوش كيكونوا فيها صحفيين مهنيين. اليوم عندنا واحد التنظيم فيه صحفيين مهنيين شباب اللي كيمثلوا النسبه الاكبر اليوم في الجسم الصحفي في المغرب على ما اعتقد وكيدافعوا على واحد القضايا المتعلقه بحريه الاعلام. هذه الحاجه هذه خلات على انه زائد انه اشتغلنا احنا على مجال التكوينات وقلنا على انه دوك التكوينات اللي كانوا كيداروا غادي نديرهم احنا بمقاربه جديده. المقاربه الجديده اللي جبنا فيها في التكوينات خلات تكون عندنا شراكات مع مجموعه من المؤسسات الوطنيه والدوليه. اشتغلنا في البدايه لمده ديال 18 شهر كما علينا في السابق على انه في بلاغ رسمي انذاك اشتغلنا لمده ديال 18 شهر غادي تسالي اخر شهر فبراير 2019 اللي حنا فيه واللي كانت مع المؤسسه الاوروبيه من اجل دعم الديمقراطيه وكان فيها ثلاثه ديال المحاور. كذلك كانت عندنا وقعنا شراكه في اطار دخلنا لواحد طلب عروض اللي تلقاته وزاره الدوله المكلفه بحقوق الانسان وربحنا حنا كنا من ضمن واحد 30 او 33 جمعيه اللي ربحت في هذا الطلب عروض من اجل من اصل 200 وشي حاجه ديال الجمعيات ما عنديش الرقم مضبوط ولكن تقريبا كانوا 200 وشي حاجه ديال الجمعيات اللي تقدموا. كذلك وعندنا معهم مشروع كيتعلق بخطه العمل الوطنيه من اجل الديمقراطيه اللي هو ورش كبير دخل المغرب وعلاقتها كيفاش في التناول الاعلامي ديالها واللي غادي هذا المشروع اللي غادي ينتهي ان شاء الله كذلك فمن هنا واحد 3 شهور او 4 شهور. كذلك عندنا مشروع اخر مع مؤسسه ايريكس اوروب وارتيكل 19 في اطار واحد المشروع كبير كتشابوطيه حول يعني الترافع حول حريه الراي والتعبير وحريه التجمهر وتاسيس الجمعيات. هو مشروع كبير كتشابوطيه جمعيه عداله من اجل الحق في محاكمه عادله في المغرب وهذا حنا في اطاره عندنا واحد ماشي بروجي ولكن ميني بروجي كيخص اعداد دليل ديال ميثاق اخلاقيات الصحافه والنشر اللي من المفترض نترافعوا بشانه امام المؤسسات ذات الصله ولا سيما المجلس الوطني للصحافه اللي نورمالمون غادي يتكلف هو بوضع واحد الميثاق ديال اخلاقيات الصحافه والنشر. هذا كذلك المشاريع اللي عندنا. مشروع اخر اللي عندنا كنشتغلوا فيه في شبكه التواصل الاجتماعي اللي هو مشروع كيخص غير يومين ديال الدوره التكوينيه متعلق كيف قلت بشبكه التواصل الاجتماعي وكيفيه النشر فيها والاشكاليات ديال الامن المعلوماتي والاشكاليات ديال الفيريفيكاسيون يعني ديزانفورماسيون. هذا كيدخل في واحد المشروع كبير ديال الفيسبوك اللي تلقوا في 2017 وعنده شراكه مع معهد واشنطن ومعهد واشنطن اتصل بنا معهد واشنطن للصحافه اتصل بنا في المغرب من اجل باش نشتغلوا معاه
فهاد المشروع هذا اللي فيه دورات تكوينيه من يومين، وكنطمحوا على انه يكون عندنا معاهم دورات تكوينيه، لان نعتبر على ان الصحفيين المغاربه كيحتاجوا بزاف ديال الدورات التكوينيه على مستوى الصحافه الرقميه وشبكات التواصل الاجتماعي. في نفس الوقت عندنا برامج غدا تكون مستقبليه، غادي يكون عندنا على الصحافه والهجره، حتى هي غادي نشتغلوا عليه مع مؤسسه دوليه. ما غاديش ما نهضر على التفاصيل الان لانه مازال الموقع، انا كنهضر على اتفاقيه الشراكه اللي قمنا بالتوقيع ديالها، غادي يكون كذلك مع مؤسسه دوليه. وكما غادي يكون عندنا مشروع اخر حول تدبير النوع الاجتماعي. الاشكاليات اللي كيوقع في هذا اليوم اللي خصنا نفتحوا فيه النقاش، اعتقد على انه الاشكاليات اللي واقع اليوم عند الجمعيات هي مرتبطه بالتمويل. احد الاشكاليات الكبرى انه ما كتلقاش في اغلب المشاريع، ما كتلقاش عمليات ديال التمويل اللي كتتم، سواء يعني التمويل ديال الفونكسيونمون يعني ميزانيه التسيير. دائما عندنا اشكال في هذه القضيه هذه لاعتبارات عديده، حتى فاش كنتعاملوا مع الوزارات ديال المغرب او مثلا في المشاريع الوطنيه ما كيتعداش ميزانيه التشريع. ديجا الميزانيه كتكون قليله ديال المشروع وطنيا، ولا تتعدى الميزانيه ديال التسيير واحد 15 او 20% واللي هي بحاجه لها الجمعيات. هاد 15 ولا 20% غالبا ما كتكفيكش هذاك المشروع باش تجيب حتى ولو موظف صغير دي باش سميتو. دونك هادشي علاش كيكون لجوء بزاف لي بايور دو فون الدوليين الكبار، لا سيما على انه في الاونه الاخيره نلاحظ على انه هناك تراجع على مستوى يعني على مستوى الدعم الدولي المخصص للجمعيات. حنا يعني المشاريع ديالنا حنا كنعنوهم كاملين بيان سور، كيكونوا خاضعين في اطار القوانين الجاري بها العمل سميتو. وكنتمنوا على انهم يكونوا فيهم اضافه نوعيه للصحفيين المهنيين اللي حنا كنعتقدوا على ان كنمثلوا واحد الفئه منهم. كان عندنا الاختيار، حنا كنعتقدوا على انه عندنا واحد المقاربه في الاشتغال. المقاربه هي مقاربه حقوقيه مدنيه. اش كنقصدوا بها؟ هي ان واحد المنهج يكون واضح. حنايا ما جايينش باش نديروا يعني نديروا واحد التقرير فيه فقط الرصد ديال ما كيسميه البعض بالانتهاكات الجسيمه التي تعرض لها حريه الاعلام في بلادنا. هادشي كيدار كيخرج في التقارير السنويه ديال الجمعيات الحقوقيه، كيخرج في التقارير السنويه كذلك ديال النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه نفسها. كنعتقد حنا خصنا نعطيو واحد القيمه مضافه. هذه المقاربه هذه تقوم على انه كنرصدوا الانتهاكات في المستويات ديالها كامله، المستوى الاول المستوى القانوني. ملي كنقول انتهاكات ماشي او التجاوزات ماشي ما كنقولهاش بالمفهوم يعني المعيب او بالمفهوم السلبي، كنقولها على انه عندنا ديفاي في القوانين مثلا اللي خاصها تتلائم مع التشريعات الدوليه. كنقولوا على انه القوانين المنظمه للعمل الصحفي في المغرب، وهنا اعطينا ملاحظات انه يجب ملائمتها مع المشاريع الدوليه. هذا على المستوى الاول. المستوى الثاني اللي كذلك اللي رصدناه هو واقع اخلاقيه المهنه. ملي كنقولوا واقع اخلاقيه المهنه ما كنهضروش فقط، لان كاين واحد الاشكال ما بين احترام اخلاقيه المهنه والمسائل القانونيه. كنقولوش غير السب والقذف، كنقولوا حتى الاشكاليات ديال التشهير بالمواطنين، الاشكاليات ديال عدم ضمان حق المواطن في المعلومه الصحيحه وانها تكون غير موجهه، الاشكاليه كذلك اللي اثرتها قبيل عن الاشكاليه ديال العلاقه ديال الاقتصادي او العلاقه ديال الفاعل السياسي على العموم او الفاعل الاقتصادي بالعمل الاعلامي، وشنو باغي منه، واش باغي منه التوجيه ولا باغي منه الاخبار ديال المواطن. والمستوى الثالث هو على انه الاشكاليات القضائيه اللي عندنا واللي كندعو فيها حنا بشكل واضح الى فتح واحد الحوار ما بين الصحافه والسلطه القضائيه، يكون حوار مفتوح، يكون حوار واضح، خاصه اننا كنتابعوا لان عندنا واحد المجموعه ديال المحاكمات اللي نحن يعني بشكل واضح لا ننظر اليها بعين الرضا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.